السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وصحة رمضانكم. بالنسبة احنا للجمعية هذه جمعية رياضية للصحة، درانا هنا في منطقة في بلدية سي مصطفى منطقة بوظهر. نشجعوا المواطنين، ماذا بينا الناس قاعد تجي دير الرياضة هذه. الرياضة هذه مفيدة للصحة، درانا في شهر الفاضل هذا. السلام. السلام عليكم. اليوم عندنا في البروغرام خرجنا نديروا لا مارش في جبل بوظهر. هذه المنطقه سياحيه بامتياز، والناس تجي دير التخييم، كاين اللي يجي يدير الكومبينغ هنايا، وكاين يدير لا مارش. اليوم البرنامج تاعنا خرجنا بيوم الجمعه عندنا لا مارش، والجمعيه اللي رانا نشطوا فيها في اطار الرياضه والصحه هي جمعيه رياضيه ذات طابع رياضي صحي برئاسه الشيخ زدين غازي. وين رانا عندنا بروغرام، تعرف انت باللي بلوس دو 40 طول الانسان لازم يمارس الرياضه، حتى الا كان منقطع عن ممارسه الرياضه لازم بعد 40 سنه لازم يمارس الرياضه. الفائده تاعها اللي راهي تدور على الصحه، راه معنا طبيب، راه معنا مجموعه فوق 40 سنه توتان جروب. المشكل انك لو كان تكون وحدك ما تقدرش تمارس الرياضه بصفه رسميه وصفه نظاميه، ولكن الموتيفاسيون تاع الجروب هي اللي تخليك تتحرك. ونشجع من هذا المنظور ومن هذا المنبر نشجع ونشكركم على الزياره واللي رافقتونا في هذه، نشجع الناس على ممارسه الرياضه خاصه رياضه المشي اللي ما عندها من الفوائد الصحيه لجسم الانسان. قلت لك هنا اليوم رانا في منطقه طبيعيه بامتياز، منطقه جبل بوظهر، او اللي يعرفوها الناس المحليين منطقه تاكيطونت. قلت لك عندنا بروغرام تاعنا يشمل على يومين في السمانه، يعني عندنا دو جور بار سومان، عندنا ريكيبيراسيون بعد ابري عندنا دو جور، عندنا بطاقه فنيه من طرف مختص رياضي وين نتفقدوا الوزن، نتفقدوا نبضات القلب، نتفقدوا ضغط الدم. الهموم تاع المشاكل اليوميه تاعنا في الخدمه والكيمول والستريس، عندك مومو وانت لازم تسولاجي، مومو تاع دي كونسونطراسيون توتال كي تمارس الرياضه. نشكر الجميع ونحب الجميع على الانضمام هذا الجميع. ان شاء الله موفقين، ان شاء الله بارك الله فيكم. الرحيم الحسن، نشكركم ونشكر الكوتش زدين غازي على هذه المبادره الرائعه. يعني بفضله قدرنا نلموا هذا الجروب، هذا جينا لمناظر ومناطق جامي شفناهم، وان شاء الله الاستمراريه في الشيء هذا، وان شاء الله الجروب يكبر كما قال الكوتش زدين. ويعطيكم الصحه وصحه فطوركم. السلام على رسول الله.
الحمد لله اللي ربي وفقنا ان شاء الله وين انشانا المجموعه هذه، مجموعه الرياضه والصحه لبلديه مصطفى، وين كانت كفكره وولات في الواقع. راه فيها برنامج متنوع بين المشي في الجبال وبرنامج تدريبي. البرنامج التدريبي هو برنامج مدروس مقنن، يعني فيه مخطط وين نحاول نتوشيو كامل الفئات العمريه اللي راهي هنايا، ونتوشيو مام الفروقات الفرديه. كاين اللي عنده الامراض المزمنه هذا، واحد عنده الديابات، واحد وين نحاول نقلو ونقلو من الامراض هذه بالممارسه الرياضه. الرياضه متعلقه بجسم الانسان، متعلقه بالبدن، متعلقه بالذهن، وكل ما هو بدن وذهن هي صحه. كي نربح واحد في المجتمع ما راحش للطبيب، ما لقيناش معنا طبيب هنايا، نربح واحد من المجتمع ما راحش للطبيب، راح ما من الدوله في الجانب الاقتصادي تاعها راح نربح دراهم من الجانب هذا. بارك الله فيكم والقادم افضل ان شاء الله.